مولانا بيبنوا بلدنا عايزين مصر تقوم وتعدي وسط الصخر بينحتوا فيه فيهم روح وعزيمة وتحدي لما بيزرع وسط الصحراء شايف بكرة مليان خير عايز يبني بيده يصنع أصل دي مصر وخيرها كتير نبدأ بس الأول واحنا هنبقى معاك من كل مكان قوم ونحدى صفوفك يلا لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان لازم تبقى من الجدعان الجدعان. اهلا بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الجدعان. النهارده زي ما عودناكم كل اسبوع عندنا رحله طويله ومهمه مع جدعان بلدنا، ولكن خلوني قبل ما ابدا رحلتنا النهارده اكلمكم عن مشروع احياء البتلو. هذا المشروع اتحققت فيه نجاحات عظيمه جدا وخاصه في العام 2020، هذا العام الجاري، وتعالوا نتكلم عن هذا المشروع بالارقام. احنا حتى اليوم نجحنا في تسمين ما يقرب من 183 ألف رأس عجول تم تسمينها من خلال مشروع إحياء البتلو. قروض البتلو وصل قيمتها لحوالي 2.6 مليار جنيه، استفاد منها ما يقرب من 15,300 مربي في مصر. خلي بالكو احنا محتاجين قد العدد ده الضعف، يعني محتاجين كمان ما يقرب من 30,000 مربي لعجول التسمين. محتاجين لحوم للسوق المحلي لتغطية احتياجاتنا ووقف استيراد اللحوم من الخارج. احنا بنستورد ما يقرب من 500,000 طن لحوم من الخارج، والقيمة الإجمالية لاستيراد اللحوم والدواجن والأسماك تقترب من 27 مليار جنيه. إذن الدولة عندما انتبهت إلى ضرورة مشروع إحياء البتلو ووفرت له ما يقرب من 2.6 مليار جنيه، كان هدفها نحن نقلل استيرادنا من الخارج اللي بيصل إلى 27 مليار جنيه لحوم ودواجن وأسماك. خلينا أقول لكم كمان أن هذا المشروع الناجح جدا مشروع إحياء البتلو اللي المربي بياخد قرض مدته 6 شهور والفايدة 2.5%، يعني يدوبك هو حج من الدورة اللي بيطلع منها عجول التسمين بيدفع عنها فايدة 2.5%، يعني يا بلاش، يعني دولة بتقول لك اشتغل. كل هذا الأمر دفع الدولة المصرية ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى إضافة 2 مليار جنيه مرة أخرى إلى مشروع إحياء البتلو. يعني احنا حطينا لغاية النهاردة في هذا المشروع 2.6 مليار جنيه، منها 1.9 مليار جنيه في عام 2020، والنتيجة 183 ألف رأس عجول تم الحفاظ عليها، كانت بتدبح 70 و80 كيلو، قدرنا النهاردة نوصل بيها ل 450 و500 كيلو، يعني ضعفنا كميات اللحوم ما يقرب من 4 إلى 5 مرات. يعني باختصار هذا المشروع قبل منتصف العام 2021 هيكون صرف للمستحقين من مربي عجول البتلو ما يقرب من 4.6 مليار جنيه، وفي النهاية هنوفر استيراد لحوم من الخارج. هو هدف قومي واستراتيجية مبنية على وقف استيراد اللحوم من الخارج. كل هذه الأشياء تصب في نهاية الأمر في تحقيق الأمن الغذائي المصري. خليكم معانا عشان نشوف فقراتنا هاي النهاردة في برنامج الجدعان. تشاهدون في حلقة اليوم: فريق الجدعان في شركة الصعيد لصناعة المواد الغذائية في بني سويف والمملوكة للبنك الأهلي المصري، والتي تعد نموذجا مذهلا لكيفية تحويل الشركات الصناعية المتعثرة لشركات ناجحة، حيث نجح الدكتور أحمد عبد الحي الرئيس التنفيذي للشركة في القفز بمبيعاتها من الخضر والفاكهة المجمدة والتي تحمل اسم الشهرزاد إلى نحو 300 مليون جنيه. فريق الجدعان يرصد أهم ما آثارته الجمعية العمومية للاتحاد العام لمنتجي الدواجن، والتي حددت أزمات صناعة الدواجن والخسائر التي نجمت عنها لصغار المربيين خلال العام الحالي، والإعلان عن فوز 18 عضوا بالتزكية بلجان المجلس المختلفة، وأصوات تطالب بضخ دماء جديدة في عضوية مجلس الاتحاد. فريق الجدعان في طنبول أرض الخير، والتي تتجاوز مساحتها 3,000 فدان بوادي النطرون، ونجح المئات من المزارعين في تحويلها
إلى جنات الخضراء على مدى سنوات طويلة بعد تملكها من محافظة البحيرة بعقود نهائية يكفل الدستور حمايتها، كما أقاموا بها العديد من مشروعات الثروات الحيوانية والداجنة.